مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم. فيديو جديد هذا النهار غادي نقدم لكم واحد الميني كيش اللي جيت ساهلين بحشوة بسيطة، يعني تقدروا توجدوها في آخر لحظة. نتمنى البنات يلقاكم الفيديو ديالي وتكونوا في صحة جيدة وعواشر مبروكة. اللي مازال ما مشتركش معايا تشتركوا وتفعل الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد. هذا النهار البنات غادي نقدم لكم هاد لافاخس نتاع لاكيش، والفيديو نتاع ليكيش غادي نديرو لكم بوحدو. بقاو معايا البنات حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا على الطريقه والمقادير، وشكرا على المتابعه وبارطاجيو البنات الفيديو باش يوصل لكاع الناس، وهكا تشجعونا باش القناه ديالنا تزيد تكبر. شكرا البنات ونفوتوا الطريقه والمقادير. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير هنا يا البنات غادي ناخذ واحد المقله غادي نشلطوا فيها واحد البصله تكون كبيره بهذه الطريقه، يعني مربعات صغار، يعني نبغيوها تبان تجي باينه في شويه في الحشوه. غادي ناخذ صدر ديال الدجاج او صدر ديال اللدان اللي عندكم متوفر، غادي نقطعوه بهذه الطريقه يعني قطع صغيره. بغيتو تعوضوا البنات الصدر نتاع الدجاج تقدروا تعوضوها بالكفته ولا بالحوت، يعني اللي عندكم متوفر. حنا ديما كنجيبوا لكم الوصفات اللي كيكونوا ساهلين وفي متناول الجميع. صافي هنايا غادي ندير بصله كما قلت لكم كبيره، والصدر ديال الدجاج يعني الكميه اللي بغيتوا على حساب عدد افراد الاسره ديالكم. غادي نضيف هنا شويه نتاع زيت المائده، وغادي نضيفو بطبيعة الحال التوابل، شوية الملحة، غادي نضيفو شوية ديال الإبزار، غادي نضيفو شويه نتاع التحميره والبابريكا، واللي بغى يدير يجيهم شويه ديك النغزه نتاع الحرور يديروا غير واحد شويه تاع الهريسه. غادي نديرو هنايا الخرقوم، سكينجبير، شوية ديال الموطارد او الخردل. بغيتو تضيفو اي حاجة، بغيتو تضيفو هنايا شوية لاصوص صوجة، بغيتو تضيفو ديك لاصوص نتاع الباربيكيو، ولا بغيتو تضيفو يعني اللي كتحبوه وكيحبوه وليداتكم تقدرو تضيفو في هاد الحشوة. صافي غادي نحطوها طيب. هنايا البنات هي الحشوه ديالي من بعد ما البصله ديالي طاحت، وها هي شربت الماء ديالها كامله، والصدر ديال الدجاج طاب، يعني كان نحاولوا نشوفوا الدجاج واش طاب. هنايا غادي نضيفوا عليه الفلفله مقطعه مربعات، سواء عندكم الوان ولا فلفله، يعني اللي عندكم سواء الخضراء ولا الا كانت عندكم بالالوان عاد راه كتجي في المنظر احسن. وغادي نزيدو نضيفو الربيع،
ديما البنات كنقول لكم الحشوات كيبقاو حسب الاختيار، يعني اللي عندكم توفر في البيت، يعني ما نكلفوش على راسنا. حنا ديما كنديروا وصفات اقتصاديه يعني نفرحوا بها وليداتنا ونزينوا بها المائده ديالنا، بصح كنمشيو على اطار الاقتصاد. هنايا كما كتشوفوا درت الربيع صافي، غادي نفوت نعمر ليكيش ديالي. وكما قلت لكم البنات انا ليكيش كانوا واجدين، يعني غادي ندير معكم فيديو نوري لكم الطريقه نتاع ليكيش بوحدها، فيديو غادي يكون يعني بوحدو فيه لي بات نتاع ليكيش. هنايا غادي نعمر البنات ليكيش ديالي كاملين بديك الحشوه، وديك الساعه غنفوتو نصاوبو لاباري اللي غادي نديروها فوق فوق ليكيش، فوق فوق هاد الحشوه. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر لما تصير مراً قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئاً قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مراً قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئاً قل يا ربي يا لا تتذكر. هنا البنات غادي ناخذ واحد زلافه غادي نديرو فيها بيضه ونديرو بودره ديال الثوم باش نصاوبو لاباراي اللي غادي تجينا فوق ليكيش. غادي نضيفو شويه ديال الملح وشوية ديال الإبزار. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني. هنايا غادي نضيفو واحد المعلقة نتاع المايزينا، يعني معلقة غير صغيرة نتاع المايزينا. غادي نضيفو شوية ديال الربيع قادر على ما لا يقدر. لما تصير مراً قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك نص صاشية نتاع الخميرة الكيماوية، غير نص نتاع الحلويات. كنخلطو هاد الخليط مزيان وغادي نضيفو في التالي البنات شوية نتاع الربيع. وشوية ديال الحليب، إذا كانت عندكم لكريم فريش تقدروا تديروا لكريم فريش، ما كانتش عندكم كتعوضوها
طبيعة الحال الحليب. صافي هنايا غادي نفوتو نكملو ليكيش ديالنا وغادي نطيبوهم. طبعا الحال كل وحدة كتعرف الفران ديالها يعني الطريقة ديال الطياب كما كتشوفوا البنات بهذه الطريقة راه كتجي زوينة. ما بغيتوش ديروا هاد لاباري كديروا البيشاميل غير البيشاميل ما كتخليوهاش تتقال كتخليوها شوية خفيفة هي صراحة حتى هذه كتجي زوينة واقتصادية. ما نحاولوش نعمرو بزاف ليكيش ديالنا باش ما يخرجناش داك الخليط يخرج لنا على برا ويخسر لنا الكيش ديالنا. صافي البنات هنايا بعد ما غادي نعمرهم كاملين الا بغيتو البنات ديروا الفرماج مع هذا الخليط ولا تخليوه حتى كديروه الفرماج المحكوك او الجبن المحكوك كديروه من الفوق يعني كيبقى لكم داكشي اختياري. ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر صافي البنات هنا كما قلت لكم غادي نجيبو الجبن المحكوك وغادي نزينو به هكا من الفوق يعني كما قلت لكم بغيتو ديروه في الحشوه لداخل بغيتو يعني ديروه هكا من الفوق. ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فاذا بك تنهى وتامر كريم لما يغفر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فاذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله. صافي البنات هنا بعد ما غادي نكمل غادي نعمرهم كاملين غادي ندخلهم للفوق ونتلاقاو مع الشكل النهائي. هنايا البنات اللي كيش ديالي هما من بعد ما طابو خرجناهم من الفران كيجيو لذاذ ولاباط اللي كتجي هشيشه يعني قلت لكم غادي نشاركها معكم في فيديو بوحدو كتجي زوينه البنات وحتى الحشوه لداخل كتجي معلكه بداك البصله وداك الدجاج. نتمنى البنات الوصفه ديالي تلقاكم في صحه جيده واحوال طيبه يا رب وتنال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير وبارطاجيو الفيديو. ورمضان كريم البنات الله يدخلوا عليكم وعلينا بالصحه والسلامه ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين والى فيديو قادم ان شاء الله. ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لك.